السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة وأولى هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2020 من الميلاد. أولا وقبل كل شيء، الحمد لله الذي عافانا من شهر فبراير. الحمد لله أن فبراير ده عدى بحلو ومره، رغم أن أنا ما شفتش فيه حلو يعني، لكن عدى وخلاص. شهر فبراير أو شهر فقراير كما يطلق عليه البعض الكتير، والناس اللي بتسميه فبراير الأسود وفبراير الحزين وفبراير المتين وفبراير الحقيقة شهر صعب، شهر صعب، والأحداث الصعبة اللي مرت فيه كتير كتير، سواء كورونا، سواء أحداث سيئة، سواء وفاة مبارك، سواء يعني الحقيقة كانت شهر صعب أو 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 أو، وكان شهر صعب كمان على الأهلوية يعني. لكن الحمد لله الذي عافانا. أنا بتكلم على الأهلوية، مالكش دعوة أنت لو سمحت، أيوة اطلع أنت بره القصة. فأنا بصفة عامة كده أول ما بشوف كلمة مارس بتفائل كده وبيشرقب بصدري وبقول الحمد لله الدنيا هتحلو إن شاء الله بعد ما فبراير يعدي بكل اللي فيه. ثانيا أهو جه، أهو جه يا فقريين. مين الفقريين بقى؟ الفقريين اللي كانوا عاملين طول الوقت يغلسوا علينا، يقول لك معقولة كورونا ما جاش؟ معقولة كورونا في كل دول العالم إلا عندنا؟ معقولة مش معقولة إحنا كده؟ بعد الشر يعني، معقولة مصر مش عارف إيه؟ بقى أمريكا وفرنسا وإيطاليا وكندا كل دول العالم جالها كورونا إلا إحنا اللي على راسنا ريشة، إحنا اللي فلة، إحنا اللي محميين، إحنا اللي وزارة الصحة بتاعتنا كويسة، إحنا اللي الإجراءات كذا. طب أهو جه ووصل، ووزارة الصحة امبارح بالليل أعلنت في بيان رسمي تسجيل الحالة الثانية للاشتباه والإصابة المؤكدة بفيروس كورونا عند مواطن كندي، كندي بيشتغل في شركة بترول، كان راجع من كندا عبر ألمانيا ترانزيت إلى مصر. الله أعلم بقى لطش في الفيروس في كندا ولا في فترة الترانزيت اللي كان قاعد فيها في ألمانيا ولا فين، ولا في الطيارة ولا فين. المهم إنه جه واتكشف عليه ولقى عنده كورونا واتعزل، طلع على الحجر والعزل الصحي اللي في منطقة ما بمدينة مرسى مطروح، والناس اللي كانوا معاه والمساعدين معزولين معاه، يعني المخلطين له، اسمهم المخلطين له، راحوا اتعزلوا كمان عشان يتأكد ان هم ما نقلهمش الفيروس. ان شاء الله بقى يكونوا انبسطوا، يعني ان شاء الله الناس اللي كانت عماله تهرش على كورونا ده ويا خبر ابيض كورونا اتاخر، كورونا موجود مش معقود مش عارف ايه، ان شاء الله يكونوا انبسطوا، هو موجود وانتشر واتنيل بعينه، وبقينا نمشي نلف حوالين بعضنا من امبارح بالليل. انا الحقيقه مش عارف احنا ليه بنعمل كده على السوشيال ميديا. بقى الدول المحترمه المتقدمه اللي مش عارف ايه تطلع تقول احنا عندنا حالات بس الدنيا تحت السيطره، واحنا الحمد لله ربنا نجدنا لفتره طويله وحمانا لفتره طويله، والحمد لله حتى مع وجود الحاله الثانيه دي، احنا بنتكلم على مصر فيها حالتين بس، واحده منهم اوريدي خرجت بعد ما تم شفائها الحمد لله. يعني الحاله الاولى اللي تم اكتشافها من حوالي اسبوعين ولا 10 ايام قعدت في العزل وطلعت امبارح او النهارده الصبح بعد ما تم الكشف عليها والاعلان على انها الحمد لله خفت خفت وشفيت شفاء كبيرا. الاولى خرجت، الثانيه دخلت مكانها العزل. ربنا يستر وما يبقاش في غيرها، ربنا يستر وما يبقاش في غيرها. بس هو ايه الحكمه بقى ان احنا نقعد طول الوقت نكذب ونبلبل ونفتي ونشوه؟ ايه الحكمه؟ ايه الحكمه؟ حد يقول لي عشان انا يمكن ما بفهمش. ايه الحكمه؟ مفيش غير ان احنا بصراحه يا اما بنهزر وده يبقى هزار في منتهى السخف، الهزار اللي له علاقه بالارواح والصحه او اللي له علاقه بسمعه بلدك وصورتها وبتاع، ده هزار في منتهى السخف يجب ان تحاسب عليه، يجب ان تحاسب عليه. يا اما مش هزار وانت مغرض، مغرض يعني شرير، وعايز تعمل بلبله وعايز تعمل قلق، وبرضه ده يجب ان انت تتحاسب عليه. في الحالتين في رايي لا هزار ينفع ولا مؤامره ولا شر ينفعه، لانه البلد مش ناقصه، الحاله مش ناقصه. وعايز اقول لحضراتكم لكل المستريحين وكل اللي بيهزروا وكل المدلعين اللي عمال يقول لك والله كورونا ده ما ياثرش فينا، ده احنا بناكل كورونا دي من سنه 1919، اجيب لك كوفرتينا وكورونا ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده، عايز اقول لهم لا اقلقوا،
وخافوا. ليه بقول لهم اقلقوا وخافوا؟ لان الوضع عالميا خطر، ومش عايز اقول انه مرعب. انا هنا مش برعبكم زياده عن اللزوم، بس انا مش عايزكم تبقوا مريحين زياده عن اللزوم. كل دول العالم على مستوى المجتمع، انا عارف ان الدوله والاجراءات الحكوميه متاخده كويس، سواء في الحجر الصحي والكشف في الموانئ، سواء المطارات او الموانئ البريه او البحريه او ما الى ذلك، ثم الحكومه ادت اوامرها في كل المصالح الحكوميه بلا استثناء، بنوك ومستشفيات كله ووزارات، كله واخد اجراءات دلوقتي، سواء في التعقيم او في التطهير او في المش عارف الايه، وكل مصلحه دلوقتي فيها السائل اللي بينظف مش عارف كذا، ومعظم الناس لابسه الكمامات والواقي بتاع يعني في اجراءات. يبقى بقى احنا المواطنين اللي ضربينها طناش، وبنسلم وبنبوس وبنحضن وبنلزق زي الاول واكتر، زي الاول واكتر، اللي هو هات كورونا، اديني كورونا في بقي. مش معقوله، مش معقوله حاله السبهلله اللي احنا فيها، كاننا ما بنخافش. ليه ما بنخافش؟ ليه اديني اماره يعني؟ بقول لكم المرض متفشي في كل دول العالم، ومنظمه الصحه العالميه بياناتها كل يوم كل يوم عن التاني عماله تزيد خطوره، عماله تقول لك الدنيا بتصعب، يبدو ان احنا داخلين على مرحلة صعبة، السيطرة على المرض صعب، مش عارفين نقفل عليه في حتة يطلع لنا من حتة، وواضح ان هو بيتمحور وبياخد اشكال جديدة من التركيب الفيروسي اللي صعب التعامل معاه. فارجوكم خلوا بالكم، بس خلوا بالكم من صحتكم من عيالكم، مش خلوا بالكم على السوشيال ميديا، لان الهري اللي بيحصل على السوشيال ميديا الحقيقه شيء فظيع. بوستات امبارح عمال اقراها، كورونا ضارب المدارس المصريه وحالات وفاه في المدارس المصريه، تيجي تقول لهم طب هاتوا حاله واحده، هلوا حاله واحده من حالات الوفاه دي تلاقيه اختفى، اللي كاتب وناشر ده تلاقيه اختفى، واحد تاني عامل نفسه واحد اقرع كده، مش عايز اقول اسمه بس عشان حليم ستار، بس بعد كده هقول اسمه بقى من كتر الناس اللي عايزه تدعي الشهره على جثث الناس دي. واحد اقرع امبارح عامل بيقول لك انا دكتور كذا 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 ومعايا كذا، تحس ان هو يعني الله يرحمه احمد زويل في نفسه من كتر شهاداته، وقال لك في كذا وفي محافظه كذا وفي بارز كورونا في كذا وكذا وكذا. فواحده من الساده الصحفيات صحفيه عايز تعمل شغلها، فتواصلت معاه، طلع بقال، ما طلعش لا دكتور ولا بتاع، طلع بلاص وعايز يعمل بس دوشه ويجيب لايكات وانتشار وزحمه وترافيك على صفحته بس. هبل هبل، ناس بتهبل والتمن صحتنا، الناس بتهبل والتمن صحتنا. وطبعا بقى في حاجه من غير ما يزعلوا مني، والنبي جروب الماميز، عارفين الماميز؟ لا مش الثدييات، لا مش قصدي الثدييات، ماميز اللي هم الممهات. كل مدرسه في جروب للماميز اسمها جروب الماميز بتاع اللي هي ممهات الولاد اللي في المدرسه. الله بقى على جروبات الماميز دي، والهري والكنافة بالطرشي والسلامكة بالجمبري اللي انت بتقراها جوه، اي كلام. جروب الماميز يقولك ده مش عارف ايه، النظرة قالت لي ان احنا عندنا حالات بس وزارة الصحة قالت لنا ما تفتحوش بقكم، والتانية تقول لها ايه يبقى مش هنودي الولاد المدرسة، تقول لها لا ما نوديش الولاد، وبعدين في اتنين كانوا بيعتصوا مش عارف ايه وقالوا ان احنا عندنا كورونا بس ماما قالت لنا ما تقولش عشان نيجي. يا لهوي على الهري. وفي الاخر في اخر الجروب واحده تخش تطرقع لهم، فكله يكش يقول لك اصل احنا كنا سمعنا، اصل حد قال لنا، اصل اتكتب على السوشيال ميديا. مش انتوا كنتوا من شويه عاملين فيها عنتر وبتقولوا ان انتوا المصدر وشايفين بعينيكوا ومسكتوا بايديكوا؟ اول ما حد بس بخ فيكوا قال لكم هاتوا الدليل، طلعتوا قلتوا لا ما عندناش دليل، ده احنا بنسمع. فبتسمعوا وبترعبوا الناس وبتعملوا حاله بلبله. وطبعا بقى خدوا بالكم الحكومة، والله العظيم ربنا يكون في عونها في الحكاية دي، أنا هنا مش بدافع عن الحكومة، بس بجد لو أنا من رئيس الوزراء ولا وزير الصحة، والله العظيم أنا لا حول لي ولا قوة، أنا هقعد أجري بقى ورا كل إشاعة أتأكد منها، وهم إحنا ما فيش أكتر من الإشاعات والبلبلة عندنا، يعني أنا همشي ورا الأرقام الرسمية والمعلومات الموثقة، ولا بقى حد يفتي يقول لك ده في حالة مش عارف المستشفى إيه، فنروح ونجري نلاقيه بيهزر. جروب الماميز يطلع يقول لك ده المدرسه مش عارف موبوءه، نروح نكشف تلاقيهم بيهزروا، يقول لك ده في حاله ماتت لا قدر الله، نروح نشوف لا حد مات ولا حد عي ولا حد عطس حتى. فانا في رايي انه لازم بقى هنا طالما احنا في الجد
والجهود الحكومية يدوبك على قدها ويدوبك تكفي محاصرة المرض والحالات المؤكدة بس. أنا في رأيي إن إحنا لازم نفعل قانون البلاغ الكاذب. معلش هي نازلة معايا النهاردة غباوة شوية ويمكن شوية قسوة، بس الحقيقة أنا عايز أمنع الهري، عايز أمنع الهري في المكان الجد. إحنا دلوقتي في منطقة جد ليها علاقة بصحتنا وأرواحنا وحياتنا وحياة ولادنا، يبقى مفيهاش هزار. هزروا بقى، اعملوا كوميك زي ما انتوا عايزين، عندنا مليون الف حاجه، لكن الا الموت الا العاية، مش قابل للهزار والنكت والكوميكس. اصل كنت بهزر، اصل مش عارف ايه، مفيش كلام من ده. فانا رايي انه لابد ان يطبق ويفعل الجريمه اللي موجوده في القانون، وهي اسمها البلاغ الكاذب او ازعاج السلطات. لو حد بلغ او قال ان في كورونا كذا، او في مدرسه مصابه بكذا، او ان في حاله كذا والوزاره بتتكتم عليها وبتاع، والمعلومات دي طلعت غير صحيحه، يروح يتجاب من قفاه ويتحط في الحجز، وما اعرفش بقى يتحبس، ما اعرفش العقوبه ايه في القانون، 24 ساعه ولا غرامه ماليه ولا المهم يعني هيتروق عشان يعرف ان الله حق، بعد كده يحط لسانه في بقه، ولو شاف كورونا قدامه معدي كده يقوم مدور ما شفتش ما اعرفهاش، عشان يتعلم الادب. لكن اللي احنا فيه ده اخرته وحشه. خشوا على السوشيال ميديا في كل دول العالم إلا عندها حالات عديدة كورونا وبتاع، ما بيهزروش الهزار ده، وبيتكلموا بمنتهى الجدية، واللي عنده معلومة مدققة مرفقة بدليل أو بصورة أو بفيديو أو بمستند بيقولوا، اللي ما عندوش بيحط لسانه في بقه، بيحط لسانه في بقه. لكن احنا عشان الحمد لله ربنا حمينا والدنيا مش متفشية عندنا هنهزر؟ لا، الهزار ده آخرته وحشة، وربنا ما يوصلنا لمرحلة لا ينفع فيها الندم، لا ينفع فيها الندم. تعالوا اوريكم هذا التقرير اللي عدوا زملائي في اخر النهار، تقرير عن سير الاجراءات اللي واخداها الصحه، وزاره الصحه، والبيان الاخير بتاع امبارح بالليل اللي اعلنت فيه تاكد وجود حاله تانيه مصابه بفيروس كورونا لهذا الرجل الكندي اللي انا قلت لكم عليه واللي تم عزله. خدوا بالكم، التقرير ده تقرير خبري، تقرير خبري يعني ايه؟ يعني ما فيهوش يقال، ما فيهوش يتردد، ما فيهوش راينا، ما فيهوش اصل. تقرير خبري معناه انه اللي حصل والبيانات الرسميه والتصريحات الرسميه اللي خارجه، يا اما حكومه يا اما وزاره الصحه. وعلى الفتايين ان ينسحب التقرير. يتابع العالم بتخوف وحذر شديد التطورات التي تحدث في عدة بلدان بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة الكثيرين. ووفق لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، فتخطت حصيلة وفيات الفيروس المستجد 3000 شخص وأكثر من 88,000 مصاب في نحو أكثر من 60 بلد منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي. وأشارت المنظمة أن خطر الإصابة بالفيروس أعلى لدى الأشخاص الذين يتخطون 60 من العمر والذين يعانون من أمراض أخرى، وأن دولة الصين هي المتأثر الرئيسي بنسبة بلغت 90.4% من إجمالي الحالات. This is though an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. It may yet become one. وفي إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، طور فريق من الفنيين الصينيين مصعدا جديدا يتم التحكم فيه بالصوت فقط وليس بالضغط على الأزرار، وذلك ليتم استخدامه في مستشفيات مقاطعة في هوبي. وبالنظر إلى الوضع في مصر، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس كورونا المستجد، وأنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية تمت إحالته إلى مستشفى العزل، مشيرا أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثانية في مصر، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها للرعاية اللازمة.
لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية. وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي في مصر بالنسبة للإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى أن كل الدول معرضة للفيروس والأهم استعدادات الدولة لمواجهته، وأن الوزارة أجرت 1443 تحليلا لأشخاص مشتبه في إصابتهم بالفيروس، وكانت هناك حالة واحدة إيجابية بدون أعراض وجاءت نتيجته سلبية بعد يومين، وتم عزله لمدة 14 يوماً وهي مدة العزل، كما شملت التحاليل 13 شخصاً قادمين من العمرة إلى جانب 302 مصري تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، لافتة إلى أن الوزارة تتلقى يومياً بلاغات ويتم إجراء التحاليل الطبية وتكون أغلبها إنفلونزا موسمية. ده إحنا يومياً بنتلقى بلاغات من ناس عندها أعراض مماثلة أو مشابهة، فبتكون بتعريف منظمة الصحة العالمية حالة مشتبه فيها، وبنعمل لها الإجراءات الطبية والتحليل الطبية، وبتبقى معظمها أنواع مختلفة من الإنفلونزا الموسمية، ولم تثبت إلا حالة واحدة حتى هذه اللحظة. ده الوضع الوبائي في مصر، وده الوضع الوبائي اللي صدر من منظمة الصحة العالمية النهاردة برضو عن مصر. أي حالات في مصر دولة سياحية، فممكن أي حالة تيجي يتقال إن مثلا هي أصيبت في مصر، لا، بمعايير منظمة الصحة العالمية الإصابة تكون مؤكدة في الدولة لو حد قعد فيها 14 يوم وتم تحديد أو تشخيص إصابته في أول 48 ساعة. وفي لافتة رائعة أضاءت مصر واجهات قلعة صلاح الدين بالقاهرة ومعابد الكرنك بالأقصر وفيلا في أسوان بلون علم الصين، تعبيرا عن تضامن شعب مصر مع الصين وشعبها في مواجهة فيروس كورونا. إسراء سعد، آخر النهار. في ناس كتير الحقيقة مش فاهمين الحركة اللي اتعملت امبارح سواء بإنارة معبد الكرنك في الأقصر أو قلعة صلاح الدين هنا بألوان علم الصين، وقال لك إيه معناها دي؟ معناها هو التضامن مع الشعب الصيني ومع الحكومة الصينية الصديقة في المصاب اللي عندهم، لأن هم المصدر، هم السنتر، هم عاصمة فيروس كورونا. هذا هو المركز بتاع فيروس كورونا وتوطينه وتصديره إلى كل دول العالم. وأدي الصورة بتاعت قلعة صلاح الدين وهي مغطاة بالعلم، وأدي صورة معبد الكرنك وهي كمان مغطاة باللون الأحمر والإشارة بتاعت الصين اللي هي النجمة واللي حواليها أربع نجوم. كويس، فهو التضامن معاهم، وهي لفتة جيدة جدا جدا جدا. وفي ناس كتير 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 كمان ما كانتش فاهمة سبب زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد امبارح للصين، لدرجة ان بعض الناس قال لك على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك هي يعني الحكومة للدرجة دي مستغنية عن وزارة الصحة وعايزة تخلص منها تبعتها للوباء بنفسها؟ بس هو الحقيقة مفيش كده، الإجراءات الرسمية والترتيبات الرسمية والسفريات الرسمية بتبقى محسوبة وليها أبعاد سياسية وليها كمان وسائل الاحتراز والحماية بتاعتها كما ينبغي يعني. وزارة الصحة النهاردة طلعت بيان قالت فيه ان سبب الزيارة بتاعت وزارة الصحة والوفد المرافق لها إلى الصين أولاً هو التضامن مع الشعب الصيني والحكومة الصينية في المشكلة الكبيرة والمصيبة اللي عندهم. 2، تقديم واجب العزاء في حالات الوفاة التي ماتت بسبب فيروس كورونا في الصين وهو عددهم كبير طبعا. 3، هو المشاركة مع الجانب الصيني في الأبحاث العلمية والتراكيب الطبية والدوائية اللي وصلوا لها واللي احنا بنشتغل عليها في محاولة لمكافحة هذا الفيروس والوصول الى العقار او المصل الشافي منه. 4، هو شكر الحكومة الصينية على الوقفة المحترمة اللي وقفوها معانا اثناء مكافحتنا احنا لفيروس سي هنا، وانه جزء كبير من المادة الخام اللي احنا استخدمناها في الدواء اللي عالج اكباد المصريين من فيروس سي كان صينيا او كان بتبرع صيني ومن دعم صيني ويعني هبات صينية، فبالتالي وجب الدعم. واول ما الوزيرة وصلت والوفد المصري تعمل لها كل الاجراءات، اولا اتعزلوا وتعمل لهم كل الاجراءات بتاعت الحجر الصحي وتأكدوا ان هم خاليين، ثم انتقلوا بقى وقابلوا كل المسؤولين الصينيين وتبادلوا المعلومات والبيانات، وان شاء الله يعني خير. هو السؤال المهم بقى، الوزيرة وهي راجعة من الصين هتتعزل؟ راجعة من الصين هتتعزل ولا هي عشان مش من ووهان
متهيألي لا، لو من وهان لازم اي حد راح وهان ده يتعزل، لكن متهيألي بقت مش عارف، بس يعني اكيد انا متاكد الحكومه المصريه هتاخد الاجراء الصح حمايه لينا كلنا وحمايه طبعا للوزيره اللي ربنا ينجحها هي والوفد المصري بالسلامه وبالشفاء ان شاء الله. وعشان اقول لكم ان الموضوع ما فيهوش هزار زي ما قلت لكم قبل التقرير، وان انا مش عاجبني حاله الهزار، وان دول العالم المتقدمه اللي عندها حالات اصابه وعندها كذا واخده الموضوع بمنتهى الجديه، بصوا معايا على الفيديو ده عشان تعرفوا الى اي مدى الجديه واخده حدها معاهم في الخوف من فيروس كورونا. الجديه وصلت الى ان مسؤول كبير قد يضحي بمنصبه بسبب انه قلقان من كورونا. مين هو المسؤول الكبير؟ وزير الداخليه الالماني. عمل ايه وزير الداخليه الالماني؟ قاعد ومين جاي وراه؟ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. المستشارة الألمانية دي يعني زي رئيسة الجمهورية هناك أو زي رئيسة الوزراء اللي هي أكبر قيادة سياسية، يعني زي السيد الرئيس عندنا عبد الفتاح السيسي، زي الملك في السعودية، كان أكبر قيادة سياسية في البلد مستشارة أنجيلا ميركل، ووزير عندها في الحكومة. تعالوا نشوف وهي داخلة عليه الراجل عمل ايه. قلت له صبرك علي، اصبر علي بقى، اطقل علي في التغيير الوزاري اللي جاي. مستشارة الألمانية ووزير الداخلية قاعد وهي داخلة في الاجتماع، فالست بكل ذوق ولطافة داخلة مبتسمة وبتسلم عليه. فقال لها معلش كورونا، كل سنة وانت طيبة. فقلت له وبعدين لقيت ان عنده حق، ما هي المستشارة الألمانية هي اللي عاملة الدعوات الحكومية لتوعية الناس بتقليل الاحتكاك وتحقيق السلام والتسليم يعني والتلامس وبتاع عشان كورونا. فقال لها ايه انت عارفة كورونا؟ فقلت له ايوه صح عندك حق. وقعدت، بس الله اعلم بقى اللي في النفوس في النفوس، هنعرف في اول تعديل وزاري في ألمانيا كان بجد ولا اتقل على الرز. لكن في النهاية الراجل اهو ما قلقش وقال لك لا دي واحدة ست، وفي النهاية ده راجل وست. قال لك لا دي واحدة ست ما يصحش تبقى مصيبة، او قال لك دي المستشارة الألمانية دي رئيستي، يعني ممكن تعاقبني ولا تنتقم مني ولا لو احرجتها يبقى منظرها وحش فتنكل بيا ولا الهوى. ليه؟ لان الصحة اهم يا روح ما بعدك روح. مش جدتي وجدتك قالت كده؟ يا روح ما بعدك روح، يا فرحتي والمستشارة هتبقى راضية عني واروح ارقد انا واتعزل طبيا واتروق مع كورونا. فارجو ان انتوا كمان ما تتكسفوش. اللي يخش عليك دلوقتي ومقبل قوي زي زمان ومادد شفايفه وبتاع وعايز حضن وبص وبتاع، سلم عليه بس يا سيدي، اقول له معلش كده بس اسبوعين ثلاثه لحد ما كورونا تعدي ان شاء الله وبعد كده نحضن زي ما احنا عاوزين. لكن اقلع على نفسك واقلع على اولادك واقلع على مراتك، او مراتك انت حر، لكن في النهايه اعمل اللي انت شايفه صح حفاظا على روحك، لانه الصحه تاج على رؤوسنا يجب ان احنا نحافظ عليه ونخلي بالنا منه. السؤال المهم هو احنا وصلنا لمرحلة الوباء ولا لا؟ يعني الفيروس لما ينتشر وبهذا الشكل وفي كل دول العالم ويصعب السيطرة عليه ويبقى فيروس منتقل بالهواء وباللمس، ان انت لو قابلت حد عطس في وشك او نفخس في وشك او تنفس حتى في وشك، او انت لمست حاجة كان حد مصاب لمسها بعديها بكام ساعة مش عارف ايه، او الطيران اللي رايح جاي وتنقل المسافرين عبر القارات وعبر البلاد، هل ده يصل بينا لمرحلة الوباء ولا لا؟ طب رقم اتنين، اذا كنا في مرحلة الوباء او على شفا مرحلة الوباء او مقبلين، مش ده يتطلب اجراءات ولا ايه؟ أسئلة كتير خليني أسأل فيها الأستاذ دكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ تامر. تحية ليك وللسادة المشاهدين. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. أولا الكورونا بيتنقل بالتليفون؟ لا طبعا. ولا مسجات ولا بتاع ولا واتساب ولا تمام؟ لا. طيب تمام. السؤال، إيه الحالة التوصيفية العلمية لفيروس كورونا دلوقتي؟ هل مرض، ظاهرة، تفشي، وباء؟ ايه هو؟ وباء في بعض الدول
عاوزين بس نفرق ما بين نوعين من انتشار الأمراض في الدول. في دول كتير، معظم دول العالم اللي بلغت حالات، الحالات واردة إليها حتى لو كان تم إصابتها داخل الدولة، ولكن هي ما زال انتقال محدود جدا. مصر من ضمنهم، ومعظم الدول العربية من ضمنهم، ودول أوروبا ما عدا إيطاليا وأمريكا. كل الدول دي الحالات فيها هي حالات واردة، وفي بعض انتقال محدود في بعض الدول. كويس. وفي دول أخرى دي اللي بتمثل حالة وباء داخلها، في انتشار على المستوى المجتمعي زي الصين طبعا زي الصين طبعا أولهم، وكوريا وإيران. مظبوط. حاليا أربع دول هو اللي مسجل، أربع دول هي اللي فيهم انتشار وبائي، الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. مظبوط. تمام. فيما عدا هذا كل الدول اللي بتبلغ حالات، هذا دليل على قوة أنظمة الترصد. وده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين انه وجود حالة او اكثر لا يمثل مشكلة لأي دولة، ليس دليل على قصور فيها، بل بالعكس هو دليل انه لديها أنظمة الترصد استطاعت ان هي تكتشف هذه الحالات. تمام. طيب انا سؤالي يا دكتور هنا بعد اذن حضرتك، انه بعض الدول من تلقاء نفسها اتخذت قرارات بوقف رحلات الطيران الى مدن او الى دول بعينها، او استقبال مواطنين من دولة معينها، او كذا او كذا، ودي قرارات اتخذتها كل دولة على حدة حسب بقى وضعها وحسب ظروفها وحسب درجة خوفها من وصول المرض اليها. هو السؤال، هل منظمة الصحة العالمية في لحظة من اللحظات ممكن تقول انه يجب التوقف فورا عن السفر والطيران والرحلات لانه خلاص مش قادرين نسيطر على القصة؟ هو حتى الان ما حصلش ده. منظمة الصحة العالمية حتى الان بتدعو انه عدم فرض اي قيود في السفر، بسبب رئيسي انه التجربة اثبتت ان لما بتضع قيود بيحصل هجرة بشكل غير رسمي، هجرة بشكل غير رسمي، وبالتالي بتبقى بعيد عن اعين اي رقابة صحية. حتى لو لفترة وجيزة ان شاء الله اسبوع 10 ايام اسبوعين، بس الحق بس اشوف، لانه فتح السفر والطيران مع المناطق الموبوءة، وخصوصا انه المرض زي ما حضرتك عارف طبعا اكتر مني بيبقى كامن، فبعض الاشخاص مش ظاهر، ممكن يظهر بعد يوم 2 3 4، يعني اتكشف عليا في المطار النهارده يلاقوني كويس، بعد 4 ايام وانا في البيت تظهر عليا الاعراض، وبعد ما اكون عديت مثلا جيراني واصحابي وزمايلي وكذا، وانتم مبداكم الوقايه خير من العلاج. تمام. هو دي القاعده الاساسيه اللي منظمه الصحه العالميه بتدعو اليها، انه ما فيش قيود، لكن لكل دوله بناء على ما يسمى تقييم مخاطر، ريسك اسسمنت، بيتم مراجعه تقييم مخاطر بالظبط، وبناء عليه بتتخذ ما يتراه مناسبا، وتقوم بالابلاغ لمنظمه الصحه العالميه لو فرضت اي قيود بالمبررات. وبالتالي منظمه الصحه العالميه مطالبه ان هي تساعد لو في قصور في بعض الاوجه، منظمه الصحه العالميه بتقدر تساعد الدول ديت بحيث انه بقدر الامكان بنقلل من فتره الحظر هذا، ويكون مبرره للجميع. تمام. لكن في الاخر هي دي قرار لكل دوله، مجرد منظمه صحه بتبقى على علم بيه بمبرراته وباسبابه، ولو في اي دعم فني او تقني ممكن منظمه الصحه العالميه تقدمه لرفع هذا الحظر، منظمه الصحه العالميه بتقوم بده. تمام. اخيرا دكتور، انتم متابعين مع وزاره الصحه في مصر الاجراءات، وراضيين عن مستوى الاجراءات اللي واخدها الحكومه المصريه، سواء في الحجر الصحي في المطارات والمواني، او العزل الطبي للحالات المشتبه فيها، او حتى مستوى التوعيه. اكيد هي منظمه الصحه العالميه بتشتغل بشكل لصيق جدا مع وزاره الصحه، وخاصه طبعا مصر، مكتب قطري ابتداء من قياده الدكتور جون جابور، على اتصال وثيق مع معالي الوزيره، مع قيادات الوزاره. القطاع الوقائي في الوزاره من القطاعات القويه جدا على مستوى العالم، لديه كثير من الخبرات حقيقة. زي ما حضرتك أشرت، القلق مش كتير من الإجراءات اللي بتنفذها الحكومة قد ما الإجراءات الشعبية أو الإشاعات، السلوك الشعبي. بالضبط. ويمكن مدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أشار في أكثر من مؤتمر صحفي إنه المجهود اللي بتبذله وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للرد على الإشاعات اوقات بيفوق المجهود اللي بيبذل لمحاربه الفيروس نفسه. عندك حق. انا بشكر سعادتك جدا على التوعيه اللي حضرتك بتقوم بيها، ودور الاعلام التوعيه، لكن فعلا الحكومات بتقوم بدور كبير جدا، وكمل الاستثمارات اللي استثمرت مش بس من ساعه ظهور المرض، ولكن في السنوات الاخيره كان ضخم جدا. نتمنى انه يقابلوا وعي عند المواطنين بقواعد اساسيه، نتمنى ايدي التقبيل، منع الملامسه بشكل كبير، الحاجات دي كلها سهل جدا ان هي بتقلل من فرص انتقال المرض.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد، وكل الأمنيات إن شاء الله أن مصر تنجح في يعني هذه الإجراءات ونكافح المرض والفيروس بشكل كبير، وأنه يختفي إن شاء الله قريبا جدا عن العالم كله. نتمنى الشفاء والسلامة والأمان لكل الشعوب وكل بني البشر، لأن كلنا بني آدم وكل البني آدمين عندنا سواء في الأمنيات لهم بالدعوات القلبية بالشفاء والصحة. ويا رب يا رب يكون المعلومة بتاعت انه الجو كل ما يحرر شوية هتبقى فرص القضاء على الفيروس اكتر. مش عارف المعلومة دي مؤكدة ولا لا، بس يعني دينا بنتعلق باي خيط كده يخلينا ان شاء الله نطمن على صحتنا، وان دي يعني فيروسات عابرة كده مش هتعيش معانا ومش هتقضي علينا لا قدر الله، وانها هتنتهي ان شاء الله ونرجع لحياتنا بشكل عادي. بتروح لفاصل وبعد اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا تابعناه دلوقتي على الشاشه يرصد نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر رئاسه الجمهوريه النهارده، سواء بلقائه مع رئيس البرلمان النمساوي في حضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري والمباحثات المصريه النمساويه، او على صعيد اللقاء اللي استضاف فيه واستقبل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيره الجيوش الفرنسيه في الحكومه الفرنسيه، والحديث عن التعاون العسكري والدفاعي ما بين البلدان، خصوصا انه مصر وفرنسا بتربطهم علاقات خاصه جدا 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 على مستوى مجالات عديده، وتحديدا في مساله التعاون العسكري والتسليحي. وفي نفس الاطار وبعد المقابله مباشره استقبل الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي وزيره الجيوش طيب خلينا نروح ل حاجة من الحاجات الميدانية اللي بتحصل في السوق العقاري المصري المهمة، وأنا كلمت حضراتكم عنها قبل كده، وأنا بزكي هذا الموضوع لأنه في حالة من الاستفادة للجانبين. أنا كلمتكم على المبدأ أو الفلسفة اللي بتتبعها واحدة من شركات التطوير والاستثمار العقاري في مصر، اللي هي شركة بيراميدز ديفلوبمنت أو شركة بيراميدز للتطوير والاستثمار العقاري، وهي طرح مشروعات عقارية استثمارية للمستهلكين والمواطنين بمنطق الاستفادة المتبادلة، عقارات ومشاريع عقارية متطورة بأحدث الأساليب، والهدف مش بس استهلاكي لا استثماري، وبعوائد وفايدة تمثل ربح للمستهلك وبشكل تقسيطي على مدار سنوات عديدة. وده في رأيي الشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة التعاقدية ما بين شركات التطوير العقاري والمستهلك. لدينا تقرير عن نشاطات الشركة خصوصا في بدايات عام 2020. المكان اللي احنا متواجدين فيه حاليا هي اهم منطقه تجاريه في محور الامل، هي مجموعه مولات باريس. موجودين حاليا في الموقع بنتابع حركه الانشاءات زي ما حضراتكم شايفينه، بنصور دلوقتي من قلب الواقع كويس. احنا واصلين لعمق في الحفر بتاعنا تقريبا 12 متر ونص، واللي انا عايز اوصله برضو للعملاء بتاعتنا ان احنا في خلال اسبوع 10 ايام من دلوقتي هيتم صب اعمال الخرسانه العاديه، وبعدها بيتم اعمال الخرسانه المسلحه. احنا نزلنا بنظام جديد 5% مقدم، والتقسيط بيكون على 8 سنوات إكوال أو أقساط متساوية، وبعد كده نزلنا بنظام 20%، وده أول قسط بيكون فيه بعد الاستلام، وبيكون القسط بتاعك من الإيجار اللي احنا بنأجره للعميل. تمام، بعد كده طبعا عشان تلبية لاحتياجات العميل وتلبية اللي احنا الدراسة بتاعتنا للماركت، احنا لما الفايدة انخفضت فاحنا علينا الفايدة عندنا في الأنظمة بتاعت 30% وال 35% وال 40%. اوريدي احنا كنا موجودين في السايت من حوالي شهر، تمام، في اختلافات كتيرة جدا في السايت. احنا كنا اوريدي بنصب السقف الثاني، تمام، دلوقتي احنا في الصبة بتاعت السقف الدور الرابع. احنا بنسابق الزمن بحيث ان احنا نطمن العملاء بتاعتنا ان احنا اوريدي مش هنسلم في الميعاد، بس احنا اوريدي هنسلم قبل الميعاد بتاعنا، تمام. ده بيدي تراست اكتر في الانفستمنت بصفة عامة في العاصمة الإدارية، ان انا اجي ما الاقيش الدنيا صحراء، لا انا الاقي في كونستراكشنز، في شغل، في دنيا شغاله. ده اوريدي بيشجعني ان انا استثمر مره واثنين وثلاثه اوريدي، او ان انا اشتري مره واثنين وثلاثه كانفستمنت. طبعا احنا دلوقتي واقفين عند المشروع بتاعنا جراند سكوير مول، زي ما حضراتكم شايفين الانشاءات، حركه الانشاءات اللي موجوده دلوقتي، في ثلاث اسقف موجوده حاليا، وان شاء الله في خلال فتره قريبه جدا هيكون وقت التسليم بتاعنا مع منطقه الوزارات. ده غير ان احنا حابين ننوه الفتره اللي جايه عن المشاريع اللي موجوده بالنسبه لنا في العاصمه الاداريه وخارج العاصمة الإدارية بأمر الله.
النهاردة في خبر أثلج صدري وأسعدني كثيرا وصب ماء باردا على النار اللي كانت مشتعلة في قلبي وأعتقد مشتعلة في قلوب كل المصريين وكل البشر اللي بيدافعوا عن الإنسانية والحق والعدالة. النهاردة محكمة الجنايات قضت بعقوبة الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. طبعا مش محتاجين أقول لكم مين هو هشام عشماوي. هشام عشماوي هو الإرهابي اللي تم القبض عليه في ليبيا، والسلطات المصرية وبتعاون مخابراتي أمني ممتاز تم القبض عليه وتم نقله واستقدامه هنا إلى القاهرة، والقنوات الفضائية المصرية كلها نقلت لحظة وصول هشام عشماوي إلى مطار القاهرة ويعني استقلاله للسيارة حتى يذهب إلى المحاكمة لينال جزاؤه. حكم الإعدام على هشام عشماوي حكم إعدام يبرد نار المصريين ويطفي الولعة اللي في قلوبنا تجاه كل من سفك الدماء وأرهب الناس وقتل الناس بغير حق. والحقيقة انه عشان تبرد ناري كاملة مش بس يتحكم عليه، لازم ينفذ حكم الإعدام حتى نرى هشام عشماوي يلقى الجزاء الرباني الذي يستحقه. النهاردة بس اقول له حمد لله على السلامة هشام، حمد لله على السلامة للجزاء الذي تستحق، لتنال العقاب الذي وعدناك به نحن المصريين سواء كسلطة أو كإعلام أو كشعب. الحمد لله الذي أحيانا حتى نرى فلسفة وحكمة القصاص تجري أمام عيوننا في الدنيا قبل الآخرة. وصدق الوعد الحق، إنما جزاء المفسدين في الأرض والخائنين للأمانات والمسفكين لدم الناس بغير حق أن يقتلوا، اقتلوا الخائن. نلتقي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الحقيقة عندي وقعة مسيئة وسخيفة ومؤذية للعين ومؤذية للمشاعر وللناس الحساسة، بس انا مضطر ان انا زعها لسبب رئيسي، مش ان انا ضايق حضراتكم او ان انا يعني اجرح مشاعركم الرقيقة، لكن علشان تمثل بالنسبة لي انذار وبلاغ، انذار وردع لأي حد تاني يفكر انه يعمل العملة السودة اللي انا هوريها لكم دلوقتي، وثانيا بلاغ الى السلطات، بلاغ الى من يهم الامر، ان هذه الجريمة لا يجب ان تمر مرور الكرام، وانها مش مجرد غلطة ولا مجرد مش عارف ايه، لا دي جريمة ووجب العقاب، جريمة ووجب العقاب. الواقعة دي وقعت مدرس في درس خصوصي، مش في المدرسة، درس خصوصي في البيت، مدرس لمجموعة من الطالبات في درس خصوصي، الدروس الخصوصية المنيلة اللي احنا بنحاول نحاربها طول الوقت دي. واضح ان البنت غلطت، هزرت اثناء مش عارف ايه، ما عملتش الواجب، حلت غلط، ايا كان اللي عملته، شوفوا اللفظ اللي انا بقوله، ايا كان اللي عمل، ان شاء الله حتى تكون تجاوزت في حق المدرس او اهانته، شوفوا وصلت لحد ايه. مستحيل يكون العقاب بالشكل ده، مستحيل. اتفرجوا، وانا اسف مرة تانية على الفيديو. وبالمناسبة احنا هنا في قناة النهار اخر النهار في البرنامج، احنا اللي عاملين افكت كده على وش البنت، عاملين لا يعني بلور، حاجة اسمها بلور كده، اللي هي بنخفي بيها معالم وش البنت، لكن الفيديو عندنا الاصلي اللي فيه معالم وش البنت، بس علشان حفاظا على سمعة البنت وحريتها الشخصية ونبقاش يعني بنفضح، لكن احنا بنذيع الفيديو عشان نفضح اللي بيضرب مش البنت. اتفرجوا، وانا اسف مرة تانية على الاذاعة. مش هعمل كده تاني يا مستر، والله مش هعمل كده تاني يا مستر. شيل البتاع
بتعرف وشك شليها. دي اللي كانت انت ما كانتش هي بتعرف انت غبيه. الفيديو أطول من كده بكتير، فيديو مستمر حوالي 5-6 دقايق وفي تواصل لهذا الضرب الوحشي بلا رحمة طول الفيديو، يعني لحد ما الفيديو خلص وتوسلات البنت ما لقتش أي استجابة عند المدرس، ولا قال كفاية كده، ولا قال أرحمك، ولا قال لا كمل، والفيديو خلص وهو لسه بيضرب هذا الضرب الوحشي للبنت. الحقيقة مش عارف أقول لكم إيه، مش عارف أقول لكم إيه، إنه لسه لحد دلوقتي في ناس انعدمت فيهم الرحمة. بقول لكم ايا كانت الغلطة، لان في حد هيقول لي يا تامر ما احنا مش عارفين البنت عملت ايه عشان تستحق هذا العقاب. لا، مفيش جزاء، مفيش غلطة تستحق هذا العقاب، لان ده اساسا مش عقاب، دي جريمة. في فرق كبير ما بين العقاب والجريمة. العقاب له اسس، عقاب معنوي وعقاب نفسي لهم علاقة بان انا اوبخها، ان انا ابلغ عنها الشرطة لو هي عملت مخالفة وجريمة تستحق العقاب الامني، ان انا ابلغ المدرسة لو هي عملت مش عارف ايه، ابلغ والدتها ولي امرها لو هي تجاوزت واهانت او كذا، لو هي خيبة اقسم منها درجة. في 500,000 طريقة للعقاب الا هذا الضرب الهمجي الوحشي. وفي حد على موقع التواصل كاتب كومنت على الفيديو ده وكاتب انه دي طريقة رابط فيها البنت زي البهايم، وانا الحقيقة اسف انا رافض كمان، لان البهايم كمان ما يتعملش فيهم كده، البهايم ما يتعملش فيهم كده، لان البهايم دول روح زينا، روح زينا ربنا خلقها، وكل الاديان السماوية وكل الرحمة حتى بعيدا عن الاديان، الرحمة اللي ربنا خلقها في قلبنا، ده احنا لما بنشوف عرباجي بكاريتا ولا بتاع بيضرب حمارة ولا حصان قلبنا بيقطع، وبنبقى نفسنا ننزل ناخد من ايده البتاعة دي عشان نقوله حرام، حرام عليك دي روح. فما بالك بهذه ويريتها بنت صغيره وبتاع، دي انسه كبيره، انسه كبيره، عيب تتربط الرابطه دي، عيب تتربط الرابطه والوضع استغفر الله العظيم، يعني الوضع الغير لائق والغير محترم والغير عفيف اللي هو حاططها فيه ده، غير عفيف، وانا قصد غير عفيف، وضع غير عفيف وغير لائق وغير محترم وغير ادمي وغير حيواني كمان. وايه ده؟ إيه لسه في فلكه؟ ولسه في البتاعه واربط رجليها واعبطها ومدها، ايه ده؟ وانا بلوم حتى على زميلتيها البنتين اللي ماسكين العصايه. ان شاء الله المدرس يعمل فيهم يقولوا له لا مش هنعمل كده، مش هنساهم في الجريمه دي ونمسك عصايه ونربط البنت ونرميها على ظهرها بالمنظر ده عشان الجريمه تكتمل كده. وفين اب وام البنت؟ يعني ده واضح ان دي شقه والدرس الخصوصي شغال. هو الاب والام سايبين المدرس اللي هو راجل مع 3 بنات في شقة لوحدهم بياخدوا درس ونزلوا، ولا قاعدين جوه؟ لو قاعدين جوه مش سامعين المصيبة دي والبنت عمالة تصوت وتقول له حرام عليك يا مستر ابوس ايدك اخر مرة وبتاع، ولا الطرش، يعني مش الوضع كله غلط، الوضع كله غلط. لو موجودين وساكتين على الحكاية دي وان بنتهم تعمل كده تبقى كارثة، ولو سايبين البيت لمدرس راجل مع 3 بنات لوحدهم تبقى كارثتين. الفيديو عندنا وصورة البنت عندنا ومعلوماتي ان الموضوع والقصة وصلت كمان للمجلس القومي للمرأة والدكتورة الأستاذة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة في فرع الدقهلية، لانه البيت ده والتلاميذ دول والمدرس دول في مدينة نبرو، في مدينة نبرو في محافظة الدقهلية. وانا سعيد المجلس القومي للمرأة كمان بيتفاعل علشان دي مرأة، فلازم مجلس ده اهم ادوار مجلس قومي للمرأة انه يدافع عن المرأة ضد هذا الاعتداء اللا انساني واللا حيواني، لا انساني ولا حيواني، عشان ما حدش يقول ان الحيوانات بس، ولا الحيوانات تتضرب بالشكل ده، ولا الحيوانات تتضرب بالشكل ده. دكتوره فرحه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. وصلتكم ازاي المشاهد البشعه دي؟ والله الحقيقه يعني وصلتنا عن طريق إحدى الصديقات من الإعلام، وقالت لي يعني دي صورة، يعني رأيك وإيه؟ قلت لها رأينا إيه؟
ده احنا يعني بنشجب تماما. والحقيقة اتصلت بعدة يعني دور صحافة. أيوه. والخبر نزل على بوابة الأخبار إننا بنشجب تماما جملة وتفصيلا ما رأيناه في الفيديو. طب اسمحي لي يا دكتورة أن حضرتك سمعت تصريحك وحضرتك بتقولي أنه الطريقة دي طريقة تخرج عن كل القيم والقواعد التربوية بالضبط. والأخلاقية تمام بس هو الحقيقة يعني دكتورة اسمحي لي أنا القصة أبعد عندي شوية من كده. هي مش مسألة تخرج عن القيم دي جريمة يعني مش مجرد ان هو فعلاً اخطأ في الطريقة وكان العقاب مش مناسب دي جريمة لا. اسمها جريمة يعاقب عليها القانون تمام يعني هي نوع من انواع العنف الهستيري العنف الهستيري وطبعا احنا بنشجب العنف بكل صوره طبعا واللي في الفيديو ده هو يعني ابشع انواع العنف اللي ممكن نشوفه تمام. والحقيقة أنا لي تعليق آخر يخص التعليم ليس هكذا يتعلم أبنائنا أبدا صحيح أبدا. صحيح طب أنا أبداً. أتمنى أن حضراتكم تستمروا في الدفاع عن هذه الآنسة وهذه الفتاة وانه توصلوا لها وترعوها لان انا متاكد انه التاثير النفسي كمان عنها التاثير النفسي عنها عليها دلوقتي هيبقى شديد بعد نزول الفيديو بصورتها طبعا. على مواقع التواصل كلها يعني. طبعا يا فندم يعني شيء يعني طيب. لا يصح ان يحدث في مصر ابدا. بشكرك شكرا جزيلا استاذه فرحه الشناوي مقرر المجلس القومي للمراه فرع الدقهليه. وبالمناسبه زملائي دلوقتي في غرفة الكنترول بلغوني انه وزارة الداخلية والزملاء في ادارة الاعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية تواصلوا معهم وابلغوهم انه استجابة للكلام اللي احنا بنقوله هنا في البرنامج والفيديو اللي احنا اذعناه انه تم الامر دلوقتي بالبحث عن هذا المدرس والعثور عليه والقاء القبض عليه في اقرب وقت معه للتحقيق معه بشأن هذه الجريمة التي ارتكبها في حق فتاة من الفتيات في مدينة نابوروه محافظة الدقهلية. أنا بشكر طبعا وزارة الداخلية وأصدقائنا في إدارة الإعلام على سرعة الاستجابة وأنا متأكد إن هم خلال ساعات أو أيام قليلة جدا هيكونوا قبضوا على هذا المدرس وخد جزاؤه بالقانون لأنه هذه عبرة يجب إنه الناس كلها تعتبر منها ولازم ياخد جزاؤه أيا كانت فعلة البنت أيا كانت خطيئة البنت ليس هذا هو العقاب. العقاب له أسس أما ما شرعيناه فهو جريمة متكاملة الأركان. بشكر حضراتكم لحد الأخيرة خلصت حلقتنا الإخبارية بعد الفاصل في فقرة طبية في آخر النهار ونشوفكم بكرة إن شاء الله. دمتم في أمان وخلوا بالكم من نفسكم ومن صحتكم وقانا الله وإياكم شر الكورونا وما خفي كان أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا. والفقرة اللي بيهتم يعني قطاع كبير جدا من الستات بيها عودة للفقرة دي بعد فترة توقف الحقيقة وحشتنا فيها دكتورة طهرة الهيطة أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل. ستات كتير يا دكتورة بيسألوني عليكي فين دكتورة طهرة فين دكتورة طهرة أهي وصلت أهي ومنورة بالأصفر. أنت عارفة أن اللون الأصفر ده اللون البهجة والفرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحشتيني جدا جدا. ازي حضرتك لا بجد اللون ده لون البهجه والفرحه ده لون البهجه والفرحه بجد طبعا لا ما اعرفش انا بالنسبه لي بقره صفراء انفاق لونها تسر الناظرين اللون الاصفر يسر الناظرين سبحان الله ما شاء الله. فانت ده لون الفرحه طب كويس فنبدا بلون الفرحه. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله الحمد لله. احنا عايزين نبدا النهارده بمجموعه اسئله بتهم ستات مش الستات بس والله ستات ورجالة. فكرة الشحوب اللي حوالين العين أو الغمقان اللي تحت العين يعني تبقى صغيرة في السن وقمر بس تحت عينيها لازم تغطيه لأنه واكل من حلاوة وشها والعين دي يعني عارفة اللي هو يعني دي ده اللي هو بتخبطي الباب كده ودي البصة يعني دي البداية اللي بتشد أي حد. فلما بيبقى أسود وساعات أشوف انه السواد بيبقى كبير مش بس مجرد انه يعني لون فاتح او افتح شويه لا اسود بيبقى غامق شويه فايه السبب؟ بصي يا ستي طبعا انت بتتكلمي في اهم حته
احنا يعني دكاتره التجميل عالميا بيسموا المنطقه دي جولدن اريا اوف ذا فيس، يعني المنطقه الذهبيه بتاعه الوش، بمعنى ان انا اعمل مهما اعمل، اروح اعمل ليزر، اروح اعمل حقن، اكبر شفايفي، اعدل مناخيري بعمليه تجميل ولا بفيلر، كل ده كوم وحوالين العين، هو ده اجمل حته في الوش او اكتر حته بتدي الاحساس ان الوش شكله مش حلو. اذا خلينا نقول زي ما انت بتقولي كده بالظبط، ان انا لو عندي تحت عيني شكله مش مظبوط، ما اتوقعش نهائي نهائي ان انا شكلي هيبقى حلو او نادر. عارفه انا ليا محاضره من محاضراتي بتكلم فيها عن ازاي نعمل فيلر حوالين العين وايه احسن الكريمات بتاعه حوالين العين. دايما بيطلب مني ان انا اقدم دي. فاول صوره او سلايد انا حطاه، حاطه صوره واحده ست وصوره القرد، وبوري ان المشكله مش في لون العين ولا فتحه العين نفسها، لكن المشكله في الفريم، الفريم اللي حوالين العين. الفرق بين يعني ليه نقول ده شكله عامل زي القرد، القرد بالذات شكله مش حلو. العين عنده غطسه لجوه تماما، لان الفريم بتاعه اسود. داير ما يدور، مش بس اسود وداخل لجوه والعظمه باينه داير ما يدور. اذا لما اتكلم على جمال العين انا بتكلم على كذا حاجه. انا بتكلم على شكل الحاجب، انا بتكلم على التهدل بتاع الجفون فوق العين ولون الغامق لو موجود فوق العين، بتكلم على الجيوب اللي تحت العين، السواد اللي تحت العين او الحفرة اللي تحت العين، هنتكلم فيهم كلهم. يبقى بس عشان الناس تفهم، انت ممكن تشتري لنس الزرقاء ويفضل شكلك مش عاجبك وشكلك مش احلى. يبقى اذا الحكايه اللنس الزرقاء على الشحوب تبقى صعبه قوي. هو المشكله بقى، خلينا نقول ايه واحده واحده. هقول لك على تحت العين الاول. تحت العين لو انا عندي المشكله الازليه اللي بقيت اشوفها من سن 16 سنه، اللي هو تحت عيني لونه مش لون الجلد، يا اما بدا يغمق شويه، يا اما مع السن سنه يبدا يبقى لونه اسود. المشكلتين دول نتيجة كذا حاجة. أول حاجة ما بنحطش مرطبات كفاية تحت العين لوحدة جلدها ناشف. طب ليه ماما ما كانش عندها كده؟ لأن التغير بتاع الجو والبيئة بيخلي جلدنا محتاج كذا حاجة. محتاج ناخد كولاجين بالبق من وإحنا صغيرين لو جلدنا ناشف. محتاج من وإحنا صغيرين نحط مرطب محترم، ويا حبذا لو يكون معاه واحده صغيرين. بمعنى ايه؟ 16 ل 18. معقوله؟ لو انا عندي، بصي ما انا هقسم الناس نوعين. ناس في كل الاعمار محتاجه مرطب فقط، وده كده لو بيسالوا عن اسم مرطب محترم للوش والجسم. في مرطب اسمه زيموس، بيبتدي بالاكس. زيموس مرطب محترم وش وجسم، ده لكل الاعمار. بصراحه ربنا الست دي اميره. ليه بقى؟ لانها تقوم تقولك للوش والجسم. واحده عارفه عشان هنكوع للوش وهنكوع للجسم، فبتقوم تدياكي من الاخر واحد كده ايه في الاول. بص هو المرتب هتلاقيه بتاعه كبيره كده، بيضه مكتوب عليها بالازرق زيموس، هيستعمل هيكفيك الانبوبه دي 3 شهور على الاقل. وش وجسم معقوله؟ ده حلو ده. خلاص فانت اول حاجه بتعمل تحت العين شكله مش نادر، ان انا مش مرطبه تحت العين. نيجي بقى لو انا عندي بدايه تجاعيد او عندي بدايه حفره صغيره، ده بيعمل سواد. لو عندي بسيب الكحل تحت العين وما بنضفوش، فبفضل هنا بقول لهم بلاش القلم الكحل لان فيه رصاص، وانا قلتها في حلقات كتيره طبعاً. نستعمل الايلاينر اللي هو الفلويد او الليكويد اللي هو السائل. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ان احنا بننضف تحت عيننا كويس قوي قبل ما ننام، ما ننامش بالايلاينر وبلاش قلم الكحل زي ما انا قلت. وهنحط حاجه مش بس مرطبه زي زيموس بقى، ساعتها هحط حاجة انتي دارك سيركل. يعني ايه انتي دارك سيركل؟ يعني حاجة ضد الهالات السوداء. اوكي. عندي حاجة للعين مخصوصة اسمها ايج بروتكت سيرم، ده لتحت العين. لتحت العين بيقاوم. ده يتحط بعد المرطب؟ ده ممكن نحطه لوحده وكفاية قوي. يعني ده لو انا عندي
عايزه اعالج تجاعيد وعايزه ارطب وعايزه اعالج هالات سودا، التلاته في واحد هاتي ايج بروتكت سيرم بتاع العين. لان في نفس الاسم تقدري تحطيه على وشك ورقبتك. ايوه، يبقى ايج بروتكت سيرم بتاع العين للعين هيبقى اتقل شويه من بتاع الوش. لا بتاع الوش هو اللي اتقل، بتاع العين بيبقى اخف. هيتحط بس من فضلكم هنحطه داير ما يدور العين تحت وفوق. خلاص، بشكل دائري كده. والناس اللي بقى بتقول لك احط الكريم كده ولا كده، الكلام ده كلام ما تفرقش. اتفقنا. طيب نيجي بقى لواحده عندها تحت العين حفره بجد. حفره بجد زي بالظبط برضو قلتها كتير، انت عندك حفره بجد، ولا كريم ولا سيرم ولا اي حاجه هتملاها، ولا ميك اب هيداريها ولا كونسيلر. ساعتها لازم هنحط فيلر، ماده طبيعيه بتعيش معاكي لو انت سنك صغير سنتين وثلاثه، لو سنك كبير هتعيش معاكي بالكتير سنه. فيلر تحت العين بنحط فيه، ده يضيع السمر ولا بيعمل ايه؟ اشرح لك. انت عندك حفره في الرمل على البحر. لما بتبصي للحفره لون الحفره سودة ايه؟ غامق. طلعي الرمله، طلعي الرمله، بتلاقي الرمله لونها ايه؟ صح، ذهبي، نفس اللون. يبقى يبقى هيفتح ولا لا؟ طيب. نيجي بقى للناس اللي عندها باج تحت العين، يعني ايه باج؟ اللي هي تبقى متنفخه، يعني متنفخه شويه. برضو الايدج بروتكت اي كونتور هيحسن التنفخه شويه. لو التنفخه كبيره قوي ومضايقاها لازم جراح. لو حته منفوخه تحت العين صغيره انا ممكن اداريها لها بحقنه فيلر. فيلر بقى بحيث تكبري الحته اللي هنا، مش هنا قوي، جنب العين على طول، لان لو هنا فتبقى يعني كلها فتبقى متساويه، كلها متساويه. بالظبط كده، بس كده العين ما تغطسش جوه. لا بالعكس، ده كده تتساوى. خلاص. نيجي برضو من الحاجات اللي تدي جمال ونضاره للعين، ان احنا نهتم بالاي لاشز، ونهتم اللي هو الرموش، ونهتم بشكل الحواجب. بتسال فيها كتير قوي الناس اللي ظروفها الماديه ما تسمحش. كل الناس عارفه زيت الخروع، بس انا عايزه اقول لكم ان فعلا لو احنا استعملنا حاجه بروفيشنال، في نوع مسكره من غير لون اسمها فولتان، مسكره من غير لون، دي جديده دي، فولتان، بنصح بيها للحواجب وللرموش مرتين في اليوم. فولتان مسكره بستعملها للحواجب وللرموش. تمام، اكتبوا يا بنات مسكره فولتان. دي بتعمل ايه؟ دي بتقوي الشعر بتاع الحواجب وبتقوي الشعر بتاع الرموش. وخليني، بتبقى فيها زيت خروع يعني؟ لا ما فيهاش بقى زيت خروع، دي بقى فيها حاجات طبيه اصليه بتطول وبتطول، بتغذي، بتكثف، بتملى بقى الرموش. يعني بس مش هنملى الرموش في اسبوع يا جماعه. ايوه، برضو اللي عنده المشكله دي احنا بنستعملها من 5 لـ6 أشهر عشان نلحق نشوف فرق. والمسكره نفسها تقعد وقت قد ايه؟ هتعيش معاكي على الاقل من 2 لـ3 شهور. حلوه دي. تمام، لكن دي طبيه؟ طبيه، يعني نجيبها من الصيدليه. فولتان مسكره بتتحط على الرموش وبتتحط على الحواجب. ايه ده؟ خلاص، انا ده اختراع بقى، انا مش مجربتوش. لا لطيفه جدا، لطيفه جدا. فانت عندك الغمقان بس بتاع العين. البنات كلها دلوقتي بتحط الرموش التركيب دي اللي بتقعد 2 أو 3 شهور. هي ما بتقعدش 2 أو 3 شهور، بتقع بعد اسبوعين، وانا جربتها وتقوم ضربة كل صف الرموش الاساسي بتاعك واخداه معاها. انا 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 عايزه افكرك بحاجه. انت فاكره لما انت جربتيها وقلت لك شكلها حلو قوي عليكي؟ بس قلت لك خلي بالك انها هتعمل لك نتائج عكسيه. خدت صف الرموش كله نتائج عكسيه. هي بصوا يا جماعه، ما فيش حاجه في الدنيا دي غير وليها وجهين طبعا. فاحنا الحاجات الصناعي زي الاكستنشن بتاع الشعر، وان شاء الله بياخد الشعر وينزل، بياخد الشعر وينزل. طبعا. والرموش نفس الكلام. فخلينا نستعمل الحاجات. انا عاقبت نفسي بقيتش بحط رموش خالص. لا تركيب ولا كده، عشان ايه؟ الواحد يعيش على قد اللي عنده امكانياته. بس فولتان دي حلوه. حلو. نجربها ماشي، مستاهل. طيب يبقى احنا كده قلنا ايه؟ خلاص، ده انت ماسكه الحته دي مركزه فيها النهارده. انا بهتم بيها جدا. ممكن على فكره نعمل شويه جلسات تقشير تفتيحي. ممكن نعمل في انواع حقن نضاره مخصوصه لتحت العين. لكن لو عندك حفره، قبل ما اعمل لك حقن النضاره بتاعت تحت العين لازم احط الفيلر الاول. انا افهميني بقى حقن النضاره دي. دي هي فيلر ولا مش فيلر؟ لا. ولا عباره عن ايه؟ ولا بتحقنه مثلا دم شويه؟ لا. ايه النضاره؟ ما احنا برضو مش فاهمينها. هقولك بصي، طريقه في ماده اسمها الهياليورونيك اسيد. دي الماده اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها في الجلد. بتغذي وبتبقى سابح فيها الكولاجين، ودي ماده مهمه جدا للجلد. فانت عندك كريمات كتيره قوي زي مثلا الايدج بروتكت سيرم فيها هياليورونيك اسيد. فلما باجي احطه بيساعد شويه لو الحكايه بدايه تجاعيد، بدايه حفره، يساعد شويه. طيب ماده الهيالورونيك اسيد دي بتتصنع بقى
بكذا طريقه، تتحط في كريم شغاله، تتحط في حقنه فيلر بطريقه معينه هتملى وتعيش، احطها في حقن نضاره هتدي تغذيه لكن مش هتعيش كتير. يبقى الفرق ما بين حقن النضاره وحقن الفيلر ايه؟ حقن النضاره بيبقى فيها فيتامينات وبيبقى فيها ماده الهايلورونيك اسيد بس بطريقه معينه متصنعه انها ما تملاش، انها تغذي الجلد بس. لما بعمل فيلر بعمله كل 6 اشهر او 9 اشهر او سنه ونص حسب نوع الفيلر وحسب الحاله. اوكي حلو كده. يعني لما اعمل لك فيلر في شفايفك عشان بتتكلمي كتير وبتاكلي تمام، يبقى مش هيعيش اكتر من 6 اشهر. لما اعمل لك فيلر في خدودك 9 شهور. لما اعمل لك فيلر تحت عينك من سنه لسنه ونص وساعات سنتين. فاهمه؟ بتختلف. طيب يبقى انا دلوقتي النضاره دي ايه؟ النضاره دي لو انت مفيش عيب في وشك وعايزه تحافظ، مفيش عيب وعايزه تحافظي على ان وشك ما يحصلش فيه تجاعيد بسرعه، ساعتها اعمل لك ايه؟ اعمل لك حقن نضاره للوش يكون فيها هيالورونيك اسيد، يكون فيها فيتامينات. ايوه بس هل ليها تاثير شكلي؟ الشكل من بره هيتغير؟ ملهاش تاثير كبير شكلي الا لو عندك هالات سودا، في نوع مخصوص للهالات السودا مع الكريم. طب انا هسالك سؤال، انا لما اقول لك بليز حطي لي كريم في وشك باستمرار، انت بتحسي تاثير شكلي ولا بتحسي اكتر لما تحسسي طبعًا بايدك؟ لا حسي مش شكلي. صح كده. بس على المدى البعيد في شكلك بيفرق. كل طبعًا ما بنكبر بنلاقي ان وشنا مش بيتدهور بسرعه. صح. عشان حافظت عليه وحطيت حاجات صح. فاهمه قصدي؟ صح كده. فده بالنسبه للغمقان اللي طيب حوالين يعني العين. بس الايه نفهم برضو موضوع النضاره، الناس فاكرين ان هم هيدخلوا يضربوا حقنه النضاره يطلعوا بيضه وحمراء وحتى ميك اب طبيعي، ده مش صح، ده مش المفروض. لان انا مثلا شفت صديقه عملت حقن نضاره، هي طلعت شويه طبعا زرقان من مكان الحقنه بس ده بيروح كده كده، بس هي صاحبتي يعني مفيش حاجه هي جرش طيب حاجه. طيب خليني اقول انما ده على اللونج ران بيفرق في عامة، يعني انها ما تعجزش كده. طيب انما خليني اقول لهم حاجه، العصايه السحريه الحقيقيه الوحيده في الموضوع اللي يدور حول الحلقه بتاعه النهارده ان انا احط لك فيلر دلوقتي وانت قاعده تشوفي النتيجه دلوقتي. أيوة. ان انا اعمل لك بوتولينم توكسين اللي هو حقن البوتوكس حوالين العين في خلال 5-6 ايام تجاعيد حوالين العين تتحسن تماما. دي لو انت بتسالي ايه اللي هيتحسن، ايه هي فوراً العصايه السحريه؟ تمام. دول العصايه السحريه دول اللي هم بتاع التحسن دلوقتي. في جهاز اسمه ان احنا بنشتغل حاجه اسمها بلازماش لتهدل الجفون من فوق، في خلال شهر بتلاقي تهدل الجفون اتحسن بنسبه على الاقل 50%، فدي عصايه سحريه بعد شهر. ايدج بروتكت سيرم حوالين العين او الديبي ديرم اس بي اف بتاع حوالين العين وبتاع الغمقان، مش ديبي ديرم اس بي اف، ديبي اف ديبي ديرم اي كونتور. ديبي ديرم عندك حاجتين، ديبي ديرم اي كونتور وعندك ايدج بروتكت سيرم، دول حوالين العين في خلال من شهر لشهرين لو انت عندك مشاكل بسيطه من اللي قلنا عليها هتتحسن تماما. ولو عندك مشاكل جامده لابد انك تكمليهم بعد الفيلر والبوتوكس اللي انا بقول عليهم، لان هم دول هيطولوا مفعول هذه الاشياء. طيب دي لو انت عايزه العصايه السحريه، فاهمه قصدي؟ لكن النضاره وحقن النضاره مفيده الى اقصى درجه. لو بتعمليها 3-4 مرات في السنه هتعرفي فايدتها قدام جدا. جدا. انت عامله حقن نضاره؟ انا عامله كل حاجه تتخيليها. احنا يا جماعه هنفرد حلقه مخصوصه شويه تيجي وشها احمر ومورد تقولي اصل مش حتى ميك اب خالص، اقول لها هو ده طبيعي كده يعني؟ بصي هقول لك على حاجه، انا اذا كان على وشي انا قلت قبل كده مليون مره، انا تميت 50 سنه السنه دي، فانا عامله حاجات كتيره في وشي بس انا بحب الحاجه الناتشرال طبيعي خالص. انا بحب الحاجه الطبيعيه، انا لا اتحمل الاشياء الصناعيه على الاطلاق. فبعمل على قد اللي هو وشي كان شكله ايه. فاهمه ازاي؟ طيب عايزه اقول لك هنعمل حوالين البق، انا بقى لسه ما انا بقول لك احنا خلصنا هنا هننزل تحت. طيب في ناس بقى الحته دي غامقه طول الوقت. ده ايه سببه بقى؟ بصي اول سبب للحته دي غامقه عاداتك السيئه. تيجي تبقى قاعده قدامي في العياده بالظبط كده يا دعاء،
واقول لها هي قاعده قدامي اصلا عامله كده، احنا على طول كده. طيب انا بعمل كده، انا اقول لها بس حضرتك من فضلك من ضمن الحاجات قبل ما اكتب لك كريمات تفتيح ونصايح امنعي تحطي ايدك حوالين بقك، هي قاعده قدامي كده. تقولي عمري ما بحط ايدي حوالين بقي، دي الكلمه اللي انا بسمعها. لا والله العظيم انت عارفه انا عمري ما بحط ايدي حوالين بقي. انت عارفه انا لسه كان في حد في سنغافوره دكتور وزير الصحه ولا ايه بيتكلم على موضوع كورونا، قال انه مش المفروض نحط ايدينا على وشنا خالص. صح. فبيقول موضوع الانستراكشنز اللي انا بقولها لكم دي بسيطه قوي وصعبه قوي. صح. لانه إن انا بطلب منكم حاجه سهله جدا في نفس الوقت صعب تحقيقها. صح. انا نفسي وانا بكلمكم حطيت ايدي على وشي 6-7 مرات. صح. فهي الفكره انه هي عاده زي ما حضرتك قلتي. صح. احنا مشكله حوالين البق عندنا او المنطقه دي يا جماعه كذا حاجه، لو بتستعملي روج نوعه مش حلو هيشلفط الحته دي هيعمل لك اكزيما، لو بتستعملي صابونه نوعها مش مظبوط برضو نفس الكلام هيجيب لك اكزيما. فاللي بيحصل ايه؟ ان الحته دي الاول لو انت جسمك ابيض قوي هي هتحمر واحده واحده هتسود، لو احمرت هتجري جري تروحي للدكتور فده هيبقى بختك كويس لانك وشك ابيض اكتشفتي انك احمريتي، لكن لو انت اصلا خمريه مش هيحمر هيسود على طول. طيب في كل الاحوال الحته دي هنعالجها بطريقتين، نمره واحد كانها اكزيما. يعني ايه اكزيما؟ يعني متهيجه ونوع من انواع حساسيه الجلد. حساسيه الجلد يعني هنعمل ايه؟ يعني هنمنع الصابون فتره حوالين البق بالذات، هنمنع ايدنا، معجون السنان هندخله لجوه ما نخليهوش يلمس حوالين البق، ده كلام مهم. الروج هنمنعه تماما. ليه؟ كل هنمنعه لانه برضو الناس اللي عندها اكزيما في المنطقه دي الروج على الاقل في بدايه الاكزيما هيزود الاكزيما. ايه ده؟ دي معلومه جديده خالص. هنمنعه خالص علشان خاطر اول اسبوعين ثلاثه لغايه ما هدي الجلد. الحاجة الوحيدة اللي هتبقى مسموحة ان انا احط مرطب محترم حوالين المنطقة دي اسمه زيموس، اللي من شوية قلت لك انبوبة كبيرة اسمه زيموس، ده مرطب هيحسن الاكزيما وهيحسن الجفاف اللي بيحصل. الاكزيما دي بتبقى في كل الجسم لما بتيجي؟ لا بتبقى بس في كل ممكن الجسم. تيجي حوالين البق فقط لا غير وما تحسوش بيها، انتوا تلاقوا نفسكم غامقين فجأة. طيب هنحط ايه بقى تاني؟ هنا بقى هنحط ديبيديرم اس بي اف اللي هو بتاع التفتيح وفي نفس الوقت في معامل شمس، ده الصبحيه. هنحط كريم تفتيح اخر، ممكن مثلا احط حاجه زي يونيتون ريفيل، يونيتون اربوتين، ده بالليل. يبقى هعتمد الصبح وممكن احط حاجه اسمها ديبي وايت. الثلاثه دول ديبي وايت ممكن احط كريم ديبي وايت بالليل، ممكن احط يونيتون ريفيل، ممكن احط يونيتون اربوتين، كل واحده بالليل. اي واحد فيهم، اي واحد لكن فيه. الصبح لا مفر اني هحط ديبي ديرم اس بي اف، ساعتها احطه. هو الديبي ديرم اس بي اف ده كريم تفتيح وفي نفس الوقت معاه بالظبط وفي نفس الوقت عازل للشمس. خلاص لا مجال ان انا دول بقى الغمقان ده يفتح في وقت قد ايه؟ او النبي انا السؤال ده عاجبني قوي. الله يخليكي. وقت قد ايه؟ بصي يا حبيبي ده اساسي. ما احنا يعني اللي فاكره انها هتروح لدكتور ومعاه عصايه سحريه للغمقان انسي الموضوع ده تماما. انا محتاجه من شهرين لست شهور على حسب لون بشرتك علشان احسن الغمقان بتاعك. حتى لو استخدمت الديبي ديرم والديبي وايت وعملت معاهم جلسات تقشير تفتيحي وعملت معاهم حقن للتفتيح، عندنا حقن كل للتفتيح ده ما يفتحش على طول. شوفي انا بقول لك ايه، علشان بس انا بزعل جدا لما يا حبايبي البنت تبقى جايه فرحها بعد شهر وتيجي تقول لي الحقيني في شهر الغمقان، لا التجاعيد الحقك، هالات سودا الحقك. شوفي طيب كويس لكن انك قلتي. لكن ما لحقكيش ما لحقكيش في اي غمقان لا في جسمك ولا وشك غير قبلها بقد ايه. انا محتاجه من شهرين لثلاثه مينيمم لو بشرتك فاتحه، من 3-6 شهور لو بشرتك غامقه. يا ايوه في الغمقان كده. من 3-6 شهور علشان في ناس كتير بتشتكي انا رحت للدكاتره وما عملوليش حاجه. كانت ما عملوليش حاجه، هي بس الفكره انها محتاجه وقت اطول. دكتوره طهره الهيطه استاذ الامراض الجلديه والتجميل، منوراني يا دكتوره، وعودا احمد لبرنامج اخر النهار، وان شاء الله نعمل حلقات قويه جدا في الاسابيع القادمه. شكرا لحضرتك، بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الاسبوع القادم باذن الله.